معنا الآن من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي إلياس فرحات، أهلا وسهلا بك معنا. يعني بتنا نتساءل كم من فيديو وكم من طائرة مسيرة دخلت الأجواء الإسرائيلية دون علم الجهاز الأمني والعسكري الإسرائيلي. الأهم أن في مشاهد الاستطلاع الجوي التي تابعناها من طائرة الهدهد الآن المنشورة من قبل حزب الله، رصد شامل للقاعدة العسكرية رامات ديفيد. يعني كيف تنظر إلى الموضوع من وجهة نظر عسكرية؟ يعني هذه المرة نقول أنها كبيرة جدا، لأنها الطائرات المسيرة حلقت فوق قاعدة رامات ديفيد، وهي من أكبر القواعد الجوية في إسرائيل، وهي القاعدة الأساسية في الشمال، وهي المسؤولة عن العمليات الجوية في لبنان وفي سوريا، وهي أيضا قاعدة كبيرة فيها عدة أسراب. المهم أن التصوير كان دقيقا جدا، والمعلومات التي كتبت على الصور أيضا دقيقة جدا، تشير إلى معلومات استخبارية مهمة لحزب الله في داخل هذه القاعدة، أنها فصلت أماكن الأسراب وأماكن الوحدات اللوجستية ومساكن الضباط وكل الوحدات التابعة ووحدات الخدمات التابعة لهذه القاعدة بالتفصيل، وبإشارة كتبت على كل وحدة من هذه الوحدات، حتى أن صورة قائد القاعدة وتاريخ تسلمه مهماته قد ظهرت أيضا على الهامش هذا الشريط. هذا الشريط سيدتي التقط أمس في 23 يوليو. صحيح. يعني لا يمكن الآن الجانب الإسرائيلي أن يقول بأن المشاهد قديمة وصورت في وقت سابق، إنما هي بالتاريخ. نعم، أنت تعد 24 ساعة. ولا عذر للإسرائيليين كما قالوا في طائرة الهدهد الأول أنهم لاحظوا أنها طائرة استطلاع ولم يعترضوها، لأنهم لا يريدون أن يطلقوا صفارات الإنذار ويرعبوا الناس أيضا، لأن هذه غير هدهد واحد التي كانت فوق ميناء حيفا وخليج حيفا، هذه فوق قاعدة جوية مقاتلة حربية أساسية في القوات الجوية الإسرائيلية وفي الجيش الإسرائيلي. لا مبرر أبدا إذا سلمنا جدلا أنهم قد التقطوها أن لا يعترضوها، ويبدو أنهم لا التقطوها ولا اعترضوها، وأنها مجهزة بأجهزة تمنع شاشات الرادار أو أشعة الرادار من التقاطها، وهذه التقنية عالية جدا عند حزب الله، سوف تصرف في أي عمليات مقبلة، وهذا ما يدركه الإسرائيليون. طيب، هذا يدفع للتساؤل هذا يدفع للتساؤل عن طبيعة الإجراءات الأمنية التي تتخذ يعني من قبل الدول عادة التي تملك التكنولوجيا الكبيرة، يعني من ضمنها إسرائيل، لحماية ليس فقط المنشآت المدنية إنما بالتحديد المنشآت العسكرية. هنا في هذا المسح في طائرة الهدهد ظهرت الطائرات من جميع الأصناف، من الأباتشي إلى المروحية الاستطلاع إلى المقاتلات الحربية إلى منظومة الحرب الإلكترونية. يعني إلى أي درجة فشلت إسرائيل في حماية أهم المنشآت العسكرية الموجودة في الشمال؟ يعني سيدتي، صحيح أن هذه الطائرة التقطت صورا حقيقية ودقيقة بالأمس وعرضت في فيلم اليوم، لكن ما أهم من التقاط صور هو المعلومات الاستخبارية لدى حزب الله حول داخل هذه القاعدة وماذا فيها، والإشارة إلى كل أماكنها، وهذا أمر أخطر من التصوير. يعني قد يكون التصوير إنجازا إلكترونيا أو تقنيا عاليا جدا من حزب الله، لكن من الصعب جدا الوصول إلى هذه المعلومات من دون استخبارات بشرية، وهذا ما أدى إلى وقوع كل هذه التفاصيل بيد حزب الله وتسجيلها. هنا أعتقد أن الجانب الإسرائيلي سوف يحسب ألف حساب قبل أن يقدم على أي عملية بلبنان، طالما أن حزب الله لديه هذه الاستخبارات الدقيقة، وغالب الظن أنها من استخبارات بشرية ومن عملاء على الأرض داخل القوات المسلحة الإسرائيلية، سواء كانت قوات جوية أو قوات برية. لا يمكن الحصول على هذه المعلومات لا في الاستعلام المفتوح ولا وسائل التواصل الاجتماعي ولا في أي وسيلة سوى الاستخبارات البشرية، وأعتقد أن هذا هنا مكمن الخطورة في هذا الشريط. هل هذا يعني بأن الفشل الإسرائيلي مزدوج، فشل أمني عسكري
وفشل على المستوى الاستخباراتي، لأن الجانب الإسرائيلي كان يقول بأن لديه قدرة للوصول إلى قادة أو قيادات حزب الله في الصف الأول وضربهم، لكن هذا لا يؤمن إسرائيل من الناحية الأمنية. يعني لا شك أن الجانب الإسرائيلي لديه ملف معلومات منذ عقود يعني في لبنان وليس جديدا، لكن ما برز من حزب الله مؤخرا من معلومات دقيقة سوف يعيد النظر بكل معلوماته عن حزب الله، وأن الاستخبارات البشرية لحزب الله هي دقيقة جدا، وبإمكان حزب الله أن يقوم بعمليات استهداف داخل إسرائيل مثل ما إسرائيل تقوم بعمليات استهداف داخل لبنان، وهذا أمر خطير جدا يطرحه هذا الشريط أمام في التداول، أنه مثلما صورت هذا الهدف وصورت هذا الموقع يمكنك أن تطلق عليه صاروخا وتصيبه وتدمره، ويمكن مثلما أنت تعرف من هو هذا الشخص وماذا يعمل، وبالإمكان أيضا معرفة رقم هاتفه وسيارته، أيضا يمكنك أن تطلق النار عليه. يعني هذا الشريط طرح أمور كثيرة من ضمنها إمكانية حزب الله باستهداف آليات أو أشخاص داخل إسرائيل انطلاقا من قدرته على جمع المعلومات الاستخبارية بهذا الشكل. التلفزيون العربي.